السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم ان شاء الله عندنا محاضره السيفالوسبورين. طبعا حرفيا كانت اكثر محاضره شاهدت لها هم من بعد طبعا ما تسلفونامايد، لانه كلش صعب انه القى يعني تقريبا فيديو بمعلومات متكامله تتوالم ويا ملزمتنا. وشغله ثانيه، يمشي كلش صعب انه القى فيديو يفرزن بين الادويه، لانه بيها فد مجموعه كلش كبيره من الادويه يعني، واسماء واستخدامات وبريفنت وغيرها. بس ان شاء الله لقيت يعني، وراح اسهل لكم اياها باذن الله بطريقه يعني ان شاء الله ما تلقوها مع احد ثاني بكل تواضع. زين، الكيفالوسبورين اللي هي المجموعه الثانيه من مجموعه السيل وول سينثيسيس او انهبيتر اوف ذا سيل وول بكتيريال سيل وول سينثيسيس. احنا بالفيديو مالت البنسلين قلنا بانه الطرق اللي تشتغل بها الانتي مايكروبيال، يا اما راح تشتغل عندي على سيل وول، يا اما راح تشتغل عندي على دي ان اي، او مثلا على رايبوسوم، او مثلا على ميتابوليزم. ويعني كانت عندي تقريبا 5 طرق تشتغل بها الانتي مايكروبيال. بدينا باول مجموعه بالسيل وول سينثيسيس انهبيتر، اللي هي منه كانت عندي البنسلين والمجموعات مالته اللي هي البيتا لاكتام، خلينا نقول مو البنسلين. زين، المجموعه الثانيه عندي منه هي عندي مجموعه الكيفالوسبورين او سيفالوسبورين خلينا نقول، والمجموعة الثالثة هي مجموعة الفانكومايسين وأذر دراج. زين، البنسلين حكينا عنه كلش هواية، تقريبا 3 أجزاء تقطع. هسه اليوم إن شاء الله عندي منه مجموعة السيفالوسبورين. أول شيء السيفالوسبورين عندها فت يعني نقاط أو أوجه تشابه كلش هواية ويا البنسلينات، راح نلخصها تقريبا ب6-7 نقاط. أول شيء هنا أنا من دا أقول المجموعة الثانية من السيل وول سينثيسيس انهبيتر يعني يتشابهون بمن؟ يتشابهون عندي بالميكانيزم مالت الأكشن. الشغله الثانيه انه السورس مالتهم اني البنسلين كان عندي مصدره فانجاي، وهنا أنا ايضا عندي الكيفالوسبورين جايني من فد فانجاي اسمه الكيفالوسبوريوم او السيفالوسبوريوم. طبعا بالمناسبه 84% من الانتي بايوتكس مصدرها بكتيريا موجوده بالتراب يعني اسمها ستريبتومايسين. بس انه عندي مثلا البنسلين هو من البنسلينيوم يعني هماتين فانجاي، والكيفالوسبورين ايضا من كيفالوسبوريوم. زين، هسه اول شغله ميكانيزم، شغله ثانيه سورس، شغله ثالثه الكيميكال ستراكشر. هم اثنيناتهم يعني انه يكون بيهم من مجموعه البيتا لاكتام، تكون عندي بيهم مجموعه البيتا لاكتام يعني من اباوع على التركيب الكيميائي مالتهم. انه القى من تكون عندي الحلقه مالت البيتا لاكتام خماسيه هذا بنسلين، من تكون سداسيه هاي معناها سيفالوسبورين. زين، وبما انهم متشابهين بالستراكشر وبيهم يعني تركيبه البيتا لاكتام، فالبكتيريا اللي تفرز انزيم البيتا لاكتاميز اللي راح يعني اللي راح تكون عندها ريزيستنس ضد البنسلين ايضا راح تكون عندها ريزيستنس ضد السيفالوسبورين. واضيف بعد شغله ثالثه، اللي عنده انافلاكسيس شوك او الرجي من مجموعه البنسلين نسبه 5% تقريبا من البيبل يكون عندهم ايضا حساسيه من نفس السيفالوسبورين، اثنيناتهم بيتا لاكتام. زين، الشغله السادسه الخامسه او السادسه يمكن هسه، المهم السبكترم مالت السيفالوسبورين ما اقدر اقول يشبه البنسلين، فقط الفيرست جنريشن من السيفالوسبورين راح يشبه عندي البنسلين، لانه هو 5 أجيال تقريبا عندي بالسيفالوسبورين. اخر شيء السيفتي، السيفتي يعني يعتبر سيف بالنسبه لمن؟ احنا دائما اخاف بريجننت واللاكتيت، ذول راح يكون سيف بالنسبه لهم. اوكي، سجلوها يمكم بانه البريجنت من مثلا جتي مره حامل وانه عندها انفكشن، فهنا انه الواحد قبل يخاف هاي بريجنت شنو انطيها؟ هو انطوها وحده من ال4 خيارات، خلي اكتبها. الخيار الاول راح يكون هو البنسلين، البنسلين يعتبر سيف بالنسبه للفيميل البريجنت واللاكتيت. الخيار الثاني هو سيفالوسبورين. اوكي، عندكم الخيار الثالث مجموعه الماكرولايد الاريثروميسين ازيثروذولي، الماكرو لايت طبعا باستثناء استثنوا منها الكلاريثروميسين، واكو فت شكل من الاريثرو يكون ويا الاستيوليت كان بي. بس المهم هذا اللي سجلوها يمكم، ما اقدر اكتب هسه او ما بيها اكتب. زين، الاخر شيء انه جماعه الليكوسامايد او اللينكوسامايد اللي هي اللندومايسين او العفو اللينكومايسين والكلاندامايسين، هاي الرابعه خلوا لي بيها نقطتين. عندي اللينكومايسين اللينكومايسين وعندي الكلاندامايسين، هذولي من يجينا يعني مثلا سيناريو كيس ويكون عندي انه ما اعرف يا يعني ها بريجننت يعني تكون او لاكتيت، اذن نخلي ببالنا هاي شو اسمه هاي الانتي بايوتكس. اوكي، زين، هاي بالنسبه قلت لكم كسيفتي. فهسه هاي النقاط اللي راح يكون عندي مشهوره بيها
او نقول المشتركه بها ويا البنسلين، انه الميكانيزم السورس الكيميكال ستراكشر مالتها، وعندي ايضا الحساسيه السبكترم السيفتي، وكذلك عندي ايضا الريسيستانس اللي يصير لها من قبل البكتيريا اللي تكون تحتوي على انزيم البيتا لاكتاميز. زين هسه هاي كاوجه تشابه ويا السيفال ويا البنسلين. عندي اني السيفالوسبورين عندي بي 5 جنريشن. على شنو يعتمد الجنريشن؟ انا قلت لكم اول جنريشن راح يكون عندي يشبه البنسلين. كل ما اتقدم يعني البنسلين يعتبر ترى ما بي ذاك السبكترم القوي، هو كله على بعضه جرام بوزيتيف اكثر شيء تقريبا، وشويه يلقط هنا وهنا الا نسوي له موديفايبل، مو صح؟ زين بالسيفالوسبورين ابدي باول جنريشن شبيه بالبنسلين، كل ما اتقدم جنريشن اللي قدام كل ما اوسع السبكترم مالتي. يعني انا تقسيمه الجنريشنات جنريشنات يعني تقريبا على اساس السبكترم مالت البكتيريا اللي دا يشتغل عليها والسسبتابيليتي مالت البكتيريا. اوكي فعندي مثلا اول مثلا عندي اول شو اسمه اول جيل قلنا هو اشبه تماما بالنسبه للبنسلينات، زين فهو يكون نارو سبكترم. السكند يكون عندي شنو انترميديت ما بين وبين، يعني 3 4 5 نقدر نقول عليهم وايد سبكترم نوعا ما، يعني الى حد ما. قبل لا ابدي هسه راح تلقوها صايره خبصه مالت ما استخدمه لفلان واستخدمه لفلان، انطي له هالشيء وما انطي له هالشيء. خلي اختصر لكم اياها باول سلايد حتى وراها من اقرا يعني الباقي يصير سهل. شوفوا تقريبا الكيفالوسبورين او سيفالوسبورين اكو خمس بكتيريات نحسه ما يقدر لها يعني تقاومه ما يقدر يشتغل عليها. راح يعني نلخصها هاي الخمس بكتيريات بكلمه مالك. اوكي مالك هاي الخمس بكتيريات اللي يعني كل حرف بها يرمز للبكتيريا هذا السيفالوسبورين ما يقدر يشتغل عليها. اول واحد الحرف الام هي المرسى، هاي البكتيريا النحسه اللي هي الستاف. شوفوا القصة يعني بعض من كل واحدة راح أطب لكم بقصة بس بالنهاية راح أجمعها كلها، فلا تضجون إذا طولنا راح تفهمون كل شيء إن شاء الله. أول شيء إنه هاي المرسى شنو قصتها؟ أنا أول شيء راح يكون عندي كانت فرحانة كلش إنه الستافيلوكوكس اللي كانت هي البكتيريا الأكثر انتشارا يعني سواء بالسيرجيكال إنفكشن وغيرها هي كانت الأكثر انتشارا. أول ما لقوا البنسلين قالوا إيه يا الله لقينا الدرج اللي راح يعالج عندي الستاف. اوكي فكانوا يسموها البنسلين سنسيتيف ستافيلوكوكس اوريس البي اس اس اي. اوكي بدوها البي اس اس اي وراها سوت عندي ريسيستنس بالنسبه للبنسلين. من اكتشفوا لها دراج قالوا راح نعطيها الميثيسيلين حتى يقدر يقاوم هاي يعني يتغلب على هاي الريسيستنس يسموه ميثيلين سنسيتيف هاماتين ستاف. سوت هاي ايضا ذكيه وعرفت على شلون تقاومه وسوت ميوتيشن فش قاموا يسموها ميثيسيلين ريسيستنس ستافيلوكوكس اوريس يعني هي المرسى. اوكي هنا المرسى حارو يعني شو يريد ينطوها قابل المرسى ان جنرال. اذا اريد اقول الدراج الافضل لها تقريبا يعني حتى لا تبقون دايخين بيها هسه انا قلت لكم انه الكفال هو يقاومها اساسا بس حتى نعالجها ينطوها فانكومايسين يعني ان جنرال. اوكي فهسه قلنا بأنه أول بكتيريا راح يقاومها هي أو العفو ما راح يقدر يشتغل عليها هي المرسى، صح؟ زين البكتيريا الثانية اللي ما راح يقدر يشتغل عليها بالحرف الأي اللي يسموها الأتيبيكال بكتيريا. شنو يسموها؟ يسموها الأتيبيكال بكتيريا. منو الأتيبيكال بكتيريا؟ الأتيبيكال بكتيريا هاي البكتيريا اللي ما راح تاخذ صبغة يعني جرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف أو anyway. ليش؟ احنا بالعادة اللي تاخذ صبغة اعتمادا على السيل وول مالتها. هاي الأتيبيكال يا أما ما بيها السيل وول يا أما السيل وول مالتها كلش خفيف يا أما هي تكون بداخل الخلايا. ما بيها سيل وول مثل مايكوبلازما اللي تكون بداخل الخلايا مثل كلاندامايسين مثل المايكوبكتيريا وغيرها. فهاي ايضا ما يقدر لها الكيفالوسبورين. البكتيريا الثالثه اللي هي الليستيريا. الليستيريا هاي بالغالب تجيني ويا الاكل الملوث، اخذناها اي ثينك امتحنا بها بالبطانيه ما صار هوايه. تجي ويا الاكل الملوث ممكن تسبب اشياء يعني بس على الجي اي تي ممكن لا تعبر على البلنجايتس تسوي يو تي اي وغيرها. الاي اللي هي راح منه تعني لي؟ الاي راح تعني لي الانتيرو كوكاي اللي هي راح تكون عندي في كالس وعندي الفيكيوم
ما أعرف شلون أكتب، بس المهم هن هاي البكتيريات. هذول البكتيريتين أيضا ممكن تسبب عندي جي آي سيمتوم، وممكن أيضا تطفر تسوي لي UTI، تسوي لي إندوكاردايتس. المهم همات ما راح يقدر لها. السي الأخيرة هاي تعتبر الأنحس تقريبا، اللي هي الكلوستريديوم ديفيكاليس. ليش يسموها ديفيكاليس؟ لأنه هي صعبة بالعلاج، بس هاي دائما أقول لكم إياها، خل اكتب لكم اياها بالاحمر. العلاج مات الكلوستريديوم ديفيكاليس الخيار الاول راح يكون المترندازول زين، والخيار الثاني فانكومايسين. سجلوها يمكم لانها كلش وارده تجي بالامسكيوات، وهمات راح انزلها بالقناه بالماتتلي يعني ايش كم ملاحظه زين. فاني ما بدي اطول عليكم الفيديو، بس اكو بعد النوع ملاحظات راح انزلها بالتلي زين. هسه قلنا هاي البكتيريات اللي ما راح يقدر يشتغل عليها الكيفالوسبورين. بالمناسبه المرسى سالقاه ما ادري ليش لازقها انه يشتغل عليها، بس هي جنرال المفروض ما يشتغل عليها، ما ادري ايش كاتب بالمزمه. مجموعه مالك ممكن تغلسون على الام تخلوها آلك يعني ما ادري شلون. المهم الاي اتيبيكال ما يشتغل عليها، الال الستيريا ما يشتغل عليها، الاي اللي هي الانتيرو كوكاي ما يشتغل عليها، والسي اللي هي الكلوستريديوم ديفيكاليس ايضا ما راح يشتغل عليها زين. لعد يابا علي من راح يشتغل؟ هسه راح نجي نشوف علي من راح يشتغل. هسه خلي نقسم خلي اقسم الاجيال مالت الكيفالوسبورين من هسه حتى شنو، حتى تصير سهله علينا هسه من نقراها، لانه احنا اذا بس نقرا سلايد ونترجم يعني انه حرفيا انت اللاصق وش ما نفتهم. خلي اقسمها هسه خمس، او المفروض اسويها اني ست ست جداول، المفروض 1 2 3 4 5 اوكي مضبوط زين. هنا راح اخلي الفيرست جنريشن، هنا السكند، هنا الثيرد، هنا الفورث، هنا يعني هو بالمزمه كاتبها الادفانسد، بس وانا اسمي الجيل الخامس يعني زين. على شنو راح اقدر اقسمها؟ راح اقسمها على اساس الافكت على الجرام بوزيتيف، على الجرام نيجاتيف، على الانيروب، على شغلها على المرسى. ها بالمناسبه نسيت اقول لكم هاي الملاحظه، الكيفالوسبورين كله ما يقدر يشتغل عندي على المرسى ما عدا الجيل الخامس. خليني اكتب لكم اياها هنا انا وياهن وينها اي، خلينا نحطها اكسبت الجيل الخامس، اكسبت الفيفث جينيريشن. اوكي سوري نسيت هاي الملاحظه زين. نرجع هسه هنا التقسيمه راح تكون عندي اي مثل ما قلنا انه راح تكون على اساس الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، او شغلها الافكت عليها على الانيروب، على المرسى، واخر شيء على نفاذيتها من البلد برين بارير. خلينا نختصرها من البدايه، الجيل الرابع والجيل الخامس هم ذولي الاكثر تقدما. من اقول الاكثر تقدما بمعنى انه تشتغل على كل شيء يعني بتاع كله حرفيا، على البوزيتيف، على النيجاتيف، على الانيروب. المرسى قلنا بس الخامس يشتغل عليها، وتعبر كلش البلد برين بارير. فخلينا نحط هنا كلها بوزيتيف هنا هيجي كل يعني خلينا نقول صح صح هاي كليتها راح تشتغل عليها ما عدا المرسى قلنا بس الخامس يشتغل عليها، والبلد برين بارير تعدي. ما دام اني عندي هاي الجيل الرابع والخامس قدرت تسيطر عندي تقريبا على اغلب انواع البكتيريا، ذولي راح اخليهم لسلاح الاضمه بيدي. اوكي يعني هاي اقوى انواع الاسلحه، ما راح اقدمها لاي بكتيريا او لاي انفكشن، راح يعني شلون نقول اضمها للحالات المستعصيه. اوكي اضمها للحالات المستعصيه حتى شنو، حتى اخاف هاي البكتيريا تسوي لي ريسيستانس، يعني وين انطي وجهي اذا سوت ريسيستانس بعد. اوكي فهسه حفظوا لي الرابع والخامس انه هم افكتيف بكل شيء، بس قلنا المرسى بس الجيل الخامس يقدر يشتغل عليها، واضمها للنهايه يعني كلش قليل استخدمها زين. راح تبدي عاد عندي المغايره بين منو منو، بين الاول والثاني والثالث. خلينا نغير اللون زين. اول شيء خلينا نحفظها بسهوله، هسه الجيل الاول قلنا هذا منو، قلنا هذا الشبيه مالت من، الشبيه مالت البنسلين مو صح، يعني عليه من يشتغل احنا البنسلين اكثر شيء، على الجرام بوزيتيف اقدر انطي 3 صحات، الاثنين انطيها صحات 2 والثالث انطي صح وحده، يعني كل ما نتقدم الجرام بوزيتيف شويه تقل. على العكس تماما الجيل الثالث اغلبه راح يشتغل عندي عليه من، على الجرام نيجاتيف انطي 3 صحات، هنا انطي 2، هنا انطيها 1. فالبوزيتيف متخصص بها الجيل الاول، النيجاتيف متخصص بها الجيل الثالث. وحطوها معلومه بجيبكم تفيدكم بعدين، انه دائما عندي الجرام بوزيتيف بكتيريا تسوي لي الاصابات ما فوق الحجاب الحاجز. يعني منو ما فوق الحجاب الحاجز؟ يعني ساينوسايتس، يعني تونسيلايتس، يعني فارنجايتس. اوكي تحت الحجاب الحاجز بالغالب بالغالب جي اي تي انفكشن واليو تي اي. اوكي زين بالنسبه للانيروب
اكثر شيء راح تكون متخصصه عندي بها الجيل الثاني، خاصه بكتيريات او العفو نوعيتين من الجيل الثاني اللي هو يسموه السيفوكزيتين والسيفوديتام. هسه نشوفها زين. فهذا ني عادي تشتغل واحد بواحد، بس الجيل الثاني اكثر شيء يشتغله. المرسى كليتهم يقدرون يعدولها، اوكي يعني هو قلنا احنا بس الجيل الخامس يقدر يعديها. البلد برين بارير الجيل الاول ما يقدر يعدي، الجيل الثالث ما يقدر يعدي، الثاني هم ما يقدر يعدي اكسبت دراج واحد يقدر يعدي. هاي هم تخلوه بجيبكم. الاكسبت هو من هو؟ هو السيفيوروكزين، السيفيوروكزين اوكي، بس هذا يقدر يعدي عندي. فهسه هاي اذا حفظتوها يعني اخذوا له صوره هذا الجدول يمكم واكتبوا انتم بايديكم، راح يسهل عليكم تقريبا 3 ارباع الملزمه اوكي، اللي هم هاي المفارقه بيناتهم زين. هسه هاي لهنا يمكن نطيت المفروض اغلب الملخص اللي المفروض اني اعطيكم اياه زين. هسه عاد نبدي بالش اسمه نقرا زين. الكيفالوسبورين هي تقريبا وحده من اللارجست اند موست وايدلي يوزد جروب كانتيبايتكس، كلش هواي نستخدمها لانه مثل ما شفتوا يعني عندي بها نطاق واسع، انه عندي جيل اول عندي جيل ثاني، اذا ما عجبني هذا استبدله بهذا وهكذا. هما بيتا لاكتام مثل ما قلنا عندي بهم يحتوون الحلقه السداسيه، كلوزلي ريليتد قلنا بالستراكشر وبالفانكشن بالنسبه للبنسلين، عندهم نفس المود مات الاكشن مات البنسلين، بس انه يعني هما صح هما فيهم بيتا لاكتام بس يكونون مور ستيبل، يعني يقدرون للبكتيريا يعني مو عندنا بكتيريات هواية تكسر البيتا لاكتاميز، بس تقريبا الكيفالوسبورين اقوى من البنسلين، يعني خلينا نقول يقاوم هذا الانزيم اكثر زين. وعندهم برودر سبكترم بالاكتيفيتي مثل ما قلنا، شفتوا هسه كثرة الاجيال اللي حكيناها. بيزد اون ديفرنسز ان ذير انتي مايكروبيال سبكترم قسموها الى 4 جنريشن والادفانسد، الادفانسد هو الخامس اللي قلت لكم عليه. The first generation من الكيفالوسبورين يشتغل على الجرام بوزيتيف وشوية من النيجاتيف يعني يشبه البنسلين. Subsequent generation of كيفالوسبورين have increased activity against gram negative، مثل ما قلنا كل ما تقدمنا يصير أكثر شيء على النيجاتيف ويقل على البوزيتيف مثل ما شوفتكم هسه بالجدول. هنا حتى نحفظ الأسماء باعوا. بالنسبة للجيل الأول من الكيفالوسبورين قلنا اللي يشتغل عندي جست على الجرام بوزيتيف وشوية على النيجاتيف يعني والأنيروب، عندي بي شكلين، عندي بي بارنترال وعندي بي أورال. باعوا هسه هذا عندي الفيرست جنريشن، عندي بي شكل أورال وعندي شكل بارنترال. البارنترال حفظه هو بس واحد اللي هو السيفوزولين آي ثينك، وين خو مكتوب يمي ما أدري شبيه ما أدري أشوف، اي السيفازولين هذا اوكي، بس احب اسوي مخطط ما ادري ايش احسها تبقى بالبال. السيفازولين هذا الزوليه اللي هو الوحيد اللي ينطي بارنترال اوكي. الاورال راح انا شلون حفظتها خليني ابوع الورقه مالتي. الاورال مالته انه راح يكون عندي هو كلهم بالبدايه سيفا، عندي لاكزين ورادين اوكي، سيفا لاكزين هنا أنا. سيفا لاكزين وسيفارادين، هاي بس حطوا لي وياها سيفرادين يعني اوكي. السيفالاكزين والسيفرادين، هاي اللاكزين وهاي الرادين زين. هاي بالنسبه لمن؟ هاي بالنسبه للفيرست جنريشن، وياهم ايضا الروكسيل العفو نسيت الروكسيل اوكي. سيفالاكزين السيفرادين والسيفروكسيل، وعندي سيفازولين هذا ينطي بارنترال. هاي بس حتى نحفظ الاسماء، لاكزين رادين روكسيل، لاكزين رادين روكسيل، دولي فيرست جنريشن اوكي. الزوليه هاي الزولين راح يكون عندي ينطي بارنترال. بالنسبه للسكند جنريشن نقول بانه ال بالنسبه للسكند جنريشن والله وين هذا، اي هذا السكند جنريشن، اي السكند جنريشن عندي بي شنو هسه باعوا هنا هذا السكند جنريشن، عندي بي ايضا نفس الشيء، عندي بي شكل اورال وشكل بارنترال. واحد عندي مشترك بين الاورال والبارنترال هو من هو السيفيوروكزيم، سيفيوروكزيم هذا بي شكلين هسه مات انا نقول السكند راح يكون عندي بي اورال وراح يكون عندي بي بارنترال، بارنترال اكثر تقريبا. عندي الاورال هنا اثنين، عندي السيفيوروكزيم، السيفيوروكزيم تضيفوا له شنو؟ تضيفوا له اكزيتال. ليش؟
لانه من نقول سيفيوروكزيم وحده راح يصير بارنترول، اضيف له اكزيتول معناها هذا الشكل المؤثر منه معناها راح يكون ليبيد سوليبل، معناها راح اقدر انطي اورالي. اوكي، والثاني هو سيفاكلور وياهم سيفا كلور، ذكروا الاكزيتول مالت سيفيوروكزيم هو مؤثر وحطيت وياه كلور، هذولي ينطون اورالي كسكند جنريشن. اما البارنترول مثل ما قلنا السيفيوروكزيم قلنا هذا الوحيد اللي يقدر يعدي عندي البلاد برين بارير، وعندي السيفوكسيتين والسيفوتيتان هذول اللي قلت لكم عليهم احسن شيء بالانيروب. السيفو خب خلي اشرهم هنا ثواني شو صار الدوخه، السيفوكسيتين هذا والسيفوتيتان ذول يخلوا يمهم اقوى شيء بالنسبه للانيروب. اوكي، وقلنا بانه هذا بعد منه النوب قلنا سيفيوروكزيم قلنا هذا ممكن شكل اورال وشكل بارنترال مثل ما قلت لكم هسه. اي الجيل الثالث هذا خلوه على صفحه لان بيه هوايه، استثنوا من البقيه الجيل الثالث بس انه عندي سيفت رياكزون اهم شيء تعرفوه كلش مشهور، هذا ما اتوقع اكو احد ما يعرفه اللي هو من الجيل الثالث كلش كلش مهم ينطي بارنترال سيفت رياكزون هذا اللي هو يعني بعلاج المننجايتس اقوى شيء، بعلاج الجونوريه من اخو الطويه ازثرو اقوى شيء. زين كلش يعني بينيفيشال هذا يعتبر بالمننجايتس هو والسيفوتاكزيم، سيفت رياكزون وسيفوتاكزيم دول الافضل بالنسبه للمننجايتس سويه بالمننجايتس، وسيفت رياكزون وحده ايضا يفيدني كلش بالجونوريا. هسه هاي كلها احكي لكم اياها بس يعني من تنعاد اكثر من مره اسهل تصير. زين بالنسبه للجيل الرابع هو بس تقريبا هنا كاتب واحد هو بس عندي بيه كلمه بيم، البيم هو الجيل الرابع اللي هو السيفيبيم. اما الجيل الخامس حفظوا بيه كلمه رولين، بيه كلمه رول اللي هو سيفتا رولين وسيفتا برول، بي رول برول. اوكي يعني هاي ما ادري هي حاولوا تكتبوها اكثر من مره تصير سهله عليكم، يعني انها ما اول ما قريتها صراحه انصدعت منها بس يعني ايزي، هي مو ايزي يعني تحتاج تكرار. زين ككيمستري السيفالوسبورين ار سيمي سينثيتيك دراج، يعني اكو قسم هي ما اقدر اقول سيمي سينثيتيك صراحه لان هي اكو قسم ماخذتها من الكيفالوسبوريوم نفسها اكو قسم مطعمتها ومصنعتها. زين الكيفالوسبورين بيتا لاكتام وعندي بيها الدايهيدروثيازين رينج، طبعا بالبنسلين كان عندي اتوقع بس ثيازين، المهم دايهيدروثيازين رينج ان لايك البنسلين الكيفالوسبورين بي على الاقل 2R جروب، من اشوف بي جروبات هوايه معناها راح اقدر اتلاعب بهاي السايد جروب بحيث انه اقدر اوسع النطاق مالته، لهالسبب عندي بي 5 جيال تقريبا. بالمناسبه مو انا قلت لكم بالجيل الثاني عندي سيفوكسيتين والسيفوتيتان، ذولي مو قلت لكم اقوى شيء بعلاج الانيروب دول اثنيناتهم سيفوكسيتين والسيفوتيتان، دول سوية يسموهم فد مسمى هو سيفامايسين، نسيت اقول لكم هاي سالفه. زين سيفوتيتان والسيفوكسيتين دول اثنيناتهم بعد اثنيناتهم بهم حرف تي مكرر، يعني دول يفيدونا بالانيروب كسكند جنريشن ويسموهم سوية السيفامايسين. دول يعني هي بالتركيب مالت الكيمياء مالتهم وكل شيء همنا، بس دا يقول انه الار جروب مالتهم الثالثة مرتبطة كلش بالبيتا لاكتام، هي جي صايرة مو كلش تهمي بس عرفوا هاي التسمية يجوز تجينا. يعني من by manipulating the structure of kefalosporin possibility يعني او being possible to obtain drugs greater resistance، يعني اكثر من المفتش يعني. زين بالنسبة للسبكترم والإنديكيشن، وصراحة أنا عبالي هنا أقطع حتى ما يطول الفيديو، أي خلي أقطع أحسن.